صباح عليكم من جديد مشاهدينا. زي كل يوم في زي الشمس هنبتدي فقراتنا بالتعرف على احوالنا المروريه، وحالا هنروح لغرفه عمليات الاداره العامه للمرور المركزي، ومعانا على التليفون سياده النقيب مصطفى حسب النبي. صباح الخير سياده النقيب، ايه الاخبار النهارده يا فندم؟ زينة صباح الخير يا فندم لحضرتك وللساده المشاهدين. هو هنبتدي من مناطق ميدان التحرير. احنا يعني محاولين الطريق بصوره كامله من جميع مداخل ميدان التحرير. القادم من قصر العيني بيسلك يمينا مناطق السيدة زينب عن طريق كوبري الطيبي، او يسارا مناطق المانيا الكوبري الجامعة، او الاستكمال يسارا اتجاه شارع عبد القادر حمزة فنفق كمال الدين صلاح والكورنيش بيعمل اتجاهين. القادم من منزل كوبري اكتوبر اتجاه ميدان الشهيد مش هيتم الوصول لميدان التحرير، هيتم الدوران يسارا من اليوتيرن مناطق ميرت وقصر النيل، العودة مرة ثانية اما مطلع كوبري اكتوبر او المسطح رمسيس اتجاه عبد الخالق ثروت واستخدام نفق الازهر. كوبري قصر النيل القادم من مناطق ميدان الجزيره ومناطق الجلاء من الجيزه مش هيستكمل مباشره من اتجاه مناطق جامعه الدول العربيه المؤديه لميدان التحرير، هيسلك يمينا خلف شيبرد او مناطق الكورنيش، او يسارا من اعلى نفق كمال الدين صلاح اتجاه النفق مره ثانيه فكورنيش شبرا اتجاه مناطق شبرا العلوي. هو خلاص ميدان التحرير كده مغلق يا فندم، وبالتالي صعب جدا مرور اي عربيه هناك. احنا بنتكلم حوالين يا فندم من جميع الاتجاهات، يعني طبعا الوضع مش مستقر، فحرصا على قائد السيارات ومستخدمينه احنا حولناه، وان شاء الله في محاولات ان شاء الله لفتحه وعوده الامور لطبيعته ان شاء الله. طيب فيما يخص اي محور من المحاور المختلفه مداخل مخارج، يعني هل فيها اي مشكله؟ احنا عندنا يعني تويته من حسام احمد بيقول انه في اضراب لسائقي الميكروباص بموقف المريوطي، واللي بيحمل افندم المريوطيه. افندم المريوطيه يبقى هو كتبها غلط، المريوطيه واللي بيحمل بيتخانقوا معاه وبيضربوه، يعني في اضراب بقى في المريوطيه. طب احنا ما عندناش اي اخطار يا فندم، ده احنا هناخد اخطار من حضرتك وهنوجه خدمات من اداره العمل ومرور الجيزه لفحص الاخطار. طيب انا بشكرك يا فندم. لو حضرتك بس تسمحي لي اخيرا، منطقه اعلى الطريق الدائري ما بعد المنيب في اتجاه التجمع الخامس تحديدا عند منزل الكورنيش، في تسرب زيت وجاز تقريبا من سياره نقل كبيره اسقطت بعض الزيت والجاز مسببه ارتباك مروري. احنا وجهنا خدمات الحمايه المدنيه لوضع الرمال والانتهاء ان شاء الله من البوعه، لكن لحين الانتهاء يعني الساده مستخدمي الطريق ده التهدئه قدر الامكان ان شاء الله لتجنب الحادث لحين الانتهاء من التعامل مع بوعه الزيت ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا سياده النقيب مصطفى حسب النبي من غرفه عمليات الاداره المركزيه او الاداره العامه للمرور المركزي. وبعد فاصل مشاهدينا هنتعرف على اهم الاخبار وتفاصيلها وتحليل وقراءه علاء عبد الفتاح.